corner, representing Uzbekistan, Tursanov Sanjar. والآن وزن ثقيل أيضا وبدخول قوي وحماسي في الركن الأحمر للاعب تورسونوف سانجار من أوزبكستان. سانجيت في الركن الأزرق يأتيكم من الهند، دخول حماسي لهذا البطل الاستثنائي القوي. من سيكون الفائز بين النديتين الجديدتين أوزبكستان والهند؟ يدير هذا اللقاء الحكم ماجد عباس زاده من جمهورية إيران الإسلامية، والقضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلوفاكيا، كرواتيا، تركيا والفلبين. يبقوا معنا لمعرفة الفائز. اللاعب الهندي وقوام استثنائي، تفوق في الجسم كما عودتنا الهند على اختيار لاعبين استثنائيين من واحد من ضمن الملايين الموجودين في الهند، يختارون فقط الأفضل. والسيد أحمد الحكم الدولي يعلن بداية الجولة بقرع الجرس. الجولة الأولى بين أوزبكستان والهند، لكمات قوية مباشرة من الركن الأحمر، ولكن اللاعب الهندي والفارق الواضح في الجسم، لكمة قوية يمنى مستقيمة، والحكم طلب الاستماع بإلقاء الرأس عاليا. اللكمات الخطافية من اللاعب الهندي الاستثنائي، واللكمات الصاعدة واليمنى. اللاعب الأوزبكي لديه مفاجآت سيد علي. بالتأكيد نزال جدا قوي بين الملاكم الأوزبكي والهندي. سيحاول الملاكم الأوزبكستاني الاقتراب من الملاكم الهندي قدر المستطاع لتفويت الفرصة على الملاكم الهندي، مما يمتازه من طول ذراع وفارق في مستوى الطول، يعني وهذا هو المعتاد عليه في لعبة الملاكمة، انه القصير يجب ان يلتحم والطويل يجب ان يبتعد. ازيدك من الشعر بيتا سيد علي. اللاعب سانجيت هو الثاني على العالم بعد الكازاخي، هو الثاني على العالم في وزن 91 كيلوغرام، وايضا الاوزبكي هو الرقم الثالث في مباراتين متلاحقتين في وزن 91. رأيت الأول والآن الثاني والثالث يتصارعان معا أو يتلاكمان معا. بالتأكيد يعني نلاحظ أنه العالم كله، ممكن أن نقول في آسيا، يعني الأول قبل هذا النزال والآن نشاهد الثاني والثالث، الثاني والثالث عالميا. يعني أين يحدث هذا في بطولة دولية؟ أن يكون الأول على العالم والثاني على العالم والثالث على العالم في بطولة واحدة. بالتأكيد مستوى يعني عالي، ونلاحظ أنه ملحمة لكمية موجودة في أرض الإمارات من خلال الملاكمين الهندي، والهندي سانجيت ترتيبه ثاني عالميا والأوزبكي. فلنتفق على أن هذا أولمبياد مبكر، ونحن في نصف النهائي أيها السادة. لا زال لدينا فائز واحد وتذكرة واحدة للصعود في هذا النزال في وزن 91. سيكون هناك واحد من كلا هؤلاء او هذين الملاكمين المهريين، رقم 2 على العالم الهندي سانجيت، ورقم 3 على العالم الأوزبكي سانجار. وهذه التنافسية العالية، كلاهما يودان منافسة نمبر 1 الكازاخي في النهائي. بالتأكيد يعني جولة نارية أعتبرها بالنسبة لكلا الملاكمين، يعني ترتيب الثاني عالميا لدولة الهند والثالث لأوزبكستان. ليس بالسهل يعني الحكم على مثل هكذا نزال، أنا أحببت أن أسميها يعني
واتفقنا على هذه التسمية أنها أولمبيات مصغرة سبقت الأولمبيات الرسمية. نعم، لن يختلف الوضع كثيرا جدا في الأولمبياد، هؤلاء نفس الأبطال، ولكن كما ذكرنا سيضاف بعض الأبطال من المدارس الروسية والكوبية وبقية الدول الممثلة. بالتأكيد لا يستهان بتلك المدارس، يعني كون لها باع طويل أيضا في لعبة الملاكمة. نلاحظ تسديد لكمات الهوك وباتجاه الوجه، بداية الجولة الثانية وقرع الجرس، والحكم يطلب من كلا اللاعبين ابقاء الرأس عاليا لتفادي الهيد بوت. اللاعب الأوزبكي يبدو الأكثر تحديدا وإصرارا أمام اللاعب الهندي الذي يتمتع بالفارق الطول والجسماني. ما شاء الله، اللاعب الهندي في وضعية الأرثوذكس، الوضعية الاعتدادية، وانزلاق على أرض الحلقة، والحكم إشارة لمسح القفاز حسب معايير السلامة. وتلك اللكمات القوية، اللكمات التي شرسة في بداية الجولة الثانية. ماذا قال المدربان بعضهم الآخر للاعبين ليأتي بهذا الشكل الشرس في افتتاحية الجولة الثانية؟ يعني برأيي لكمة قوية، برأيي قال المدربين للملاكم الأوزبكي الالتحام وتسديد لكمات كثيرة لتقليل الزخم الهندي، كون الملاكم الهندي يمتلك من التركيز الشيء ليس بالقليل. يعني هذه الصفة ممكن أن تحد الملاكم الأوزبكي من خلال هجومه. وإذا لازلنا في الجولة الثانية، الدقيقة الأولى وعشرين ثانية لهذا اللقاء القوي جدا، رقم 2 حول العالم في وزن 91 مع رقم 3، وكلاهما يتنافسان لفائز واحد ينافس رقم 1 الكازاخي في النهائي. نزال صعب جدا، نزال صعب جدا، ولكن نلاحظ الملاكم الأوزبكستاني يسدد عدد من اللكمات، يعني البعض منها قد تكون يعني لكمة خطافية قوية من الركن الأزرق. بالتأكيد، يعني نلاحظ أنه تركيز للملاكم الهندي بالعكس من الملاكم الأوزبكي، يعتمد على القوة أكثر من التركيز في هذه اللحظة. نعم، فارق الجسماني صالح الركن الأزرق، و الحكم وإعطاء بعض التنبيهات الشفهية، يطلب من أحد اللاعبين الذهاب إلى نيوترال كورنر، وإعطاء إنذار للركن الأحمر لرفع الرأس عاليا، تحسم نقطتان واستكمل النزال. واللكمات القوية لم يثني الإنذار اللاعب الأوزبكي عن الاستمرار والهجوم على الركن الأزرق بمهارة. أكيد لا يقلل من عزيمة الملاكم الأوزبكي، كون هي هذه الصفة الوحيدة اللي يجب العمل بها، أنه هو الالتحام وتسديد لكمات. ولكن يعني كنا نتمنى أن تكون لكمات، يعني تلاحظ أن الملاكم الهندي يتفادى اللكمات وتوجيه لكمات إلى وجه الملاكم الأوزبكي بصورة جميلة جدا. نزال صعب لكلا الملاكمين. ونهاية الجولة الثانية وبداية الاستراحة لأخذ المزيد من النصائح من كلتا الزاويتين، ويظهر لنا السيطرة الهندية والتفوق الجسماني وأيضا الندية والقوة في الهجوم، القوة الأوزبكستانية التي تعودنا عليها من لاعبي طشقند. بالتأكيد، يعني الملاكم الهندي كان أكثر تركيز في هذه الجولة. إذا نلاحظ يعني الخطف اليسار، انظر إلى قوة اللكمات سيد علي في وزن 91 كيلوغرام. واو، لو صابت هذه اللكمة تغير الموضوع تماما. بالتأكيد، يعني سلسلة لكمات مع وضعية شيلد، وضعية سني ويذر للحماية، تنقذ اللاعب الهندي في هذه الزاوية. وبداية الجولة والحكم إشارة بخافض بقف مؤقت لإعطاء بعض النصائح، يستكمل النزال
وتلك اللكمات القوية التي يطلب الحكم بعض الوقت لإزداء النصائح لكلا اللاعبين لإبقاء اللقاء في معايير السلامة، في ضمن معايير السلامة لكمتان بعد القرار الحكم بالإيقاف. أعتقد سيوجه إنذار آخر، يبدو أن هناك إنذار آخر. نعم الإنذار آخر للركن الأحمر، دفعتا نقطتين أخريتين. هذا الإنذارين يعني سيصعب المهمة على الملاكم الأوزبكي. إنهما نعم إنهما في الجولة الثالثة عزيزي المشاهد، ولكن من وجهة نظر الحكم أنهما توجبتا النفاذ. لا زال لدينا دقيقتان لمعرفة من سيكون الفائز والمتأهل، اللاعب الأوزبكي والهجوم المباغت، اللكمات القوية التي تكاد تشعر بها من منزلك عزيزي المشاهد من هنا من دبي. لكمات قوية سيد علي في هذا الوزن، كلما نصعد في الأوزان كلما نجابه أوزان أكثر قوة. بالتأكيد بالتأكيد، يعني أنا أعتقد الملاكم الهندي يمتلك من الذكاء اللي جعل الملاكم الأوزبكي يفقد السيطرة من خلال أدائه، يعني في الأسلوب يعني يسدد لكمات وهذا غير مسموح فيه في القانون. إذن يستكمل النزال بعد إعطاء بعض النصائح، ولقاء حماسي مؤثر جدا وحماسي، ولكمتان قويتان لو استمر في اللكم سيستوجب العد، ولكن تصرف خبرة من اللاعب رقم 2 في العالم اللاعب سانجيت. نزال صعب صعب يعني حتى على حكم الوسط، يعني جدا صعب لي يعني اعتراك داخل الحلبة والتحام قوي. يا سيد علي سنجار الله يكون بعون الحكم. نعم اللاعب سنجار تورسونوف من أوزبكستان في المركز الثالث حول العالم التصنيف، المركز الثالث في وزن 91 كيلوغرام، واللاعب الهندي سانجيت يعتبر في التصنيف المركز الثاني حول العالم. الأسياد يتنافسون هنا في دبي، وبقيت ثواني معدودة وانتهاء الجولة الثالثة إلى زاويتيكما وفي انتظار القرار. وجهة نظرك سيد علي من سيكون الفائز؟ يعني الجولة الثالثة يعني اجتهد الملاكم الأوزبكي وإن مع وجود الأخطاء، ولكن الإنذارين أعتقد ستكون لها كلمة في هذا النزال. فإذن البطلين الثاني والثالث حول العالم هنا من دبي انتظار القرار. And still number two in the world, Sanjeet. And unanimous decision 5-0. لاعب سانجيت لا يزال الأفضل بعد الكازاخي، هو في المرتبة الثانية، واللاعب الأوزبكي هارلك اللاعب سانجار من أوزبكستان ولدى الاستثنائي القوي، لكن لا زالت الألقاب محفوظة. لا زلت في المركز الثالث ولا زال سانجيت في المركز الثاني، والفرحة بالنصر، وهذه مقتطفات من اللكمات القوية التي تهتز لها الحلبة. نزال جميل جدا، ونلاحظ هذه التسديد يعني